إلا من جسيم ما خص الله به أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الفضيلة وشرفهم به على سائر الأمم من المنازل الرفيعة ما حفظه عليهم من وحيه وتنزيله الذي جعله على حقيقة نبوة نبيهم بلالة وعلى ما خصه به من الكرامة أمامه، الذي لو اجتمع جميع من بين أقطارها من جنها وإنسها وصغيرها وكبيرها على أن يأتوا بسورة من مثله لم يأتوا ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا. أنزله الله تبارك وتعالى قاطعا تبيانه قاطعا برهانه قرآنا عربيا غير بعوج، نزل به أمين السماء إلى أمين الأرض معجزا باقيا دون كل معجز على وجه كل زمان. أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ففتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، أخرج به الناس من الظلمات إلى النور. قال علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار فصله الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. ولقد أنزل الله تبارك وتعالى التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب وعهد إلى الناس حفظها. قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ولكنهم لم يحفظوها بل حرفوها، كما قال الله تبارك وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه. فلما أنزل الله تبارك وتعالى القرآن تعهد سبحانه وتعالى بحفظه، قال جل ذكره: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إلا من قال بأن في القرآن نقصا أو تحريفا فلا شك أنه ليس من أهل القبلة وليس من الإسلام في شيء، ولسنا نحن الآن في مقام الدفاع عن كتاب الله تبارك وتعالى، فإن أولئك الأقزام ولم يستطيعوا الوصول إلى الطعن في كتاب الله تبارك وتعالى. قال جل ذكره: إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم ببعض ظهيرا. وكما قيل: وما ضر السحاب نبح الكلاب. وقيل: ولو كل كلب عوى ألقمته حجرا لكان مثقال أحجار بدينار. وفي ثبوت القول بتحريف القرآن للشيعة الاثني عشرية، في ثبوت هذا القول عنهم أكبر فضيحة تهدم بنيانهم من الأساس، وهذا الموضوع الشائك الخطير سالت فيه وللأسف أقلام أئمة الشيعة متقدميهم ومتأخريهم، وخاضوا فيه إلى مستوى لا يكاد يصدقه المؤمن. إنه لا يمكن أبدا أن يكون هناك تقارب لنا مع من يطعنون في القرآن الكريم، وذلك أن دعوى تحريف القرآن محاولة يائسة من أعداء الإسلام لضرب الإسلام وأهله، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. إن من لم يكفر من يقول بالتحريف لا يصح له أبدا أن يكفر أحدا من الناس،
وذلك أن حفظ القرآن من التحريف والزيادة والنقصان أمر معلوم من الدين بالضرورة ولا معنى فيه. متى يكفر الإنسان؟ متى يحكم عليه بالردة؟ إن الصلاة والزكاة والحج والصيام وجميع الواجبات بل وجميع المحرمات إنما تعلم من الكتاب والسنة، والكتاب ثبوته أقوى من ثبوت السنة، لأنه كما يعلم يشترط فيه التواتر. فمن أنكر الصلاة والصيام والزكاة والحج لا يكفر إذن على زعمهم لاحتمال أن الأمر بها من المحرم، ومن فعل المحرمات كذلك لا يكفر لاحتمال أن النهي عنها من المحرف كذلك، بل إن منكر الرسول صلى الله عليه وسلم يلزمهم كذلك أنه لا يكفر، لأننا ما علمنا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من كتاب الله جل وعلا ومن سيرته صلوات الله وسلامه عليه. أما السنة فإن الشيعة لا يؤمنون بكتبنا كالبخاري ومسلم وسنن أبي داود والترمذي ومسند أحمد وغيرها من الكتب، ونحن كذلك لا نعتبر كتبهم ولا نؤمن بها كالكافي والاستبصار والتهذيب ومن لا يحضره الفقيه ومستدرك الوسائل والوسائل وغيرها من الكتب. والأمر كما قال الإمام الذهبي لما تكلم عن محيي الدين ابن عربي، إن الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى ذكر كلاما عن محيي الدين ابن عربي الطائي الصوفي، ذكر عنه كلاما وصار يعتذر له، يقول ولعله أراد كذا ولعله أراد كذا ولعله أراد كذا، فلما وصل إلى بعض كلامه الذي لا يحتمل فقال فوالله إن لم يكن هذا الكلام كفر فليس في الكلام في الدنيا كفر أبدا. ونحن كذلك نقول إن لم يكن القول بتحريف القرآن كفرا فليس في الدنيا كفر أبدا، بل لا شك ولا ريب أن القول بتحريف القرآن هو من أعظم الكفر الذي عرفه الناس. إن أقصى ما يقوله علماء الشيعة عن أئمتهم القائمين بالتحريف كلمة مخطئين، هذا إذا ألجئوا إليها، وإلا فهم ينكرون ذلك ويتهمون من ينسب القول بالتحريف إليهم بالكذب والتجني أو غير ذلك من الألفاظ. وهل كلمة مخطئ تكفي إذا قالوها عمن قال بتحريف القرآن؟ إن الذي يخالف في مسألة اجتهادية فقهية يقال له مخطئ، أما من ينكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة فهذا أقل ما يقال فيه كافر أو ملحد أو زنديق أو منافق أو طاغوت أو مرتد أو ما شابه هذه الألفاظ. والغريب في هذه المسألة، أعني مسألة القول بتحريف القرآن، الغريب في هذه المسألة أن أهل السنة يتشددون فيها كثيرا، حتى قالوا بكفر من زاد حرفا أو نقصه أو من زعم أن القرآن زيد فيه حرف أو أنقص، بينما الشيعة يميعون هذه المسألة ويرون أن الخلاف فيها سائغ. وإن أقصى ما يقال في مدعي التحريف إنهم مخطئون. وضوح تام عند أهل السنة بينما الشيعة مضطربون، مرة ينفون ومرة يقرون، مرة يعلمون ومرة يخطئون. وحتى أولئك الذين يقولون بأفواههم والله تبارك وتعالى أعلم بما في قلوبهم يقولون مخطئين وهذا الكلام غير صحيح، ولكن تبقى مع ذلك الكتب التي روت التحريف وجاهرت بهذه الزندقة، وكذا الشيوخ الذين نهجوا بهذا الكفر يبقون جميعا موضع احترام وتقدير من الشيعة كلهم. وهذا شيء غريب يثير كثيرا من التساؤلات، بل ويدع عندنا علامات استفهام كثيرة. أما موقف أهل السنة من القائلين بتحريف القرآن الكريم فهو موقف متشدد لا يتسامحون فيه مع أحد أبدا،
قال القاضي أبو يعلى الفراء: والقرآن ما غير ولا بدل ولا نقص منه ولا زيد فيه، خلافا للرافضة القائلين أن القرآن قد غير وبدل وخولف بين نظمه وتقييمه. وقال ابن حزم: وأما قولهم في دعوى الروافض تبديل القرآن فإن الروافض ليس من المسلمين. وقال: القول بأن بين اللوحين تبديلا كفر صريح وتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الحكم بكفر من زعم منهم أن القرآن نقص منه آيات وكتبت. وقال ابن قدامة: ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا متفقا عليه أنه كافر. وقال أبو عثمان الحداد: جميع من ينتحل التوحيد متفقون على أن الجحد لحرف من التنزيل كفر. وقال عبد القاهر البغدادي: وأكثر أهل السنة من زعم من الرافضة أنه لا حجة اليوم في القرآن والسنة لدعواه أن الصحابة غيروا بعض القرآن وحرفوا بعضه. إن منزلة القرآن عند الشيعة تظهر منها علامات تعجب كثيرة يراها المسلم ويقف عندها حائرا. أما أولا فإنهم يعتقدون أن القرآن ليس حجة بنفسه، فعن منصور بن حازم أنه قال لأبي عبد الله: إن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم. يقول: فأقره أبو عبد الله. وهذا في الكافي الجزء الأول صفحة 88 و100. وعندما أنسب إلى الكافي فأريد طبعة الأضواء، دار الأضواء في بيروت التي حققها علي أكبر الغفاري. والله تبارك وتعالى يقول: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وقولهم هذا يعني أن الحجة في قول الإمام لا في القرآن، لأنهم أقدروا على البيان. ولذلك يروون عن علي أنه قال: هذا كتاب الله الصامت وأنا كتاب الله الناطق. وهذا في الفصول المهمة صفحة 35 و200. قلت: والله تبارك وتعالى يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولا شك أن تلك الروايات من وضع عدو حاقد يريد أن يصد الشيعة عن كتاب الله تبارك وتعالى، وذلك أنهم ربطوا حجية القرآن بوجود القيم وهو علي ثم الحسن ثم الحسين، وهكذا حتى يصل الأمر إلى المنتظر الغائب، وذلك منذ ما يزيد على 50 و200 سنة بعد الألف، لم نرى هذا المنتظر الذي يزعمون. ولا شك أنها مؤامرة أرادت إبعاد الشيعة عن كتاب الله تبارك وتعالى. وإلا كيف تفسر هذه الرواية؟ عن أبي جعفر قال: إن رسول الله فسر القرآن لرجل واحد، وفسر للأمة شأن ذلك الرجل وهو علي بن أبي طالب. وهذا في الكافي الجزء الأول صفحة 50 و200. وهذا إنما هو كما قلنا لصد الناس عن التدبر في كتاب الله تبارك وتعالى والتأمل في معانيه. قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال جل ذكره: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وقالوا كذلك: إن قول الإمام ينسخ القرآن ويخصص عامه ويقيد مطلقه. قال محمد حسين الكاشف الغطاء: إن حكمة التدريج اقتضت بيان جملة من الأحكام وكتمان جملة منها، ولكنه أودعها عند أوصيائه: كل وصي يعهد به إلى الآخر لينشره في الوقت المناسب له حسب الحكمة من عام مخصص أو مطلق مقيد أو مجمل مبين إلى أمثال ذلك. فقد يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عاما
ويذكر مخصصه بعد برهة من حياته وقد لا يذكره أصلا بل يودعه عند وصيه إلى وقته. يعني جعل الأئمة يخصصون القرآن برواياتهم ويقيدون مطلقه، وهذه لا شك طامة كبرى. هذا مع قول الله تبارك وتعالى: اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما عبثهم في تأويل القرآن فمنها أنهم قالوا قول الله تبارك: مرج البحرين يلتقيان، قالوا هما علي وفاطمة، بينهما برزخ لا يبغيان، هو النبي، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين. وهذا في تفسير الصافي في الجزء الخامس صفحة 900. وقالوا عن قوله تعالى: ولا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، قالوا معناها: لا تتخذوا إمامين إنما هو إمام واحد. وهذا في تفسير العياش الجزء الثاني صفحة 61 و200، وفي البرهان الجزء الثاني صفحة 73 و300. وقال عن قول الله تبارك وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا، قال القمي: الكافر الثاني، يعني عمر، قال الكافر الثاني، وكان علي أمير المؤمنين ظهيرا، يعني وكان عمر على ربه يعني عليا ظهيرا. وهذا في تفسير القمي الجزء الثاني صفحة 15 و100، صفحة 15 و100. وقالوا كذلك عن قول الله تبارك وتعالى: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، قالوا يعني الأئمة. وهذا في تفسير الصافي الجزء الثاني صفحة 88 و100. من الذي قال بالتحريف من علماء الشيعة؟ إن علماء الشيعة الذين قالوا بالتحريف كفر، ولا يسع المجال لذكر أقوالهم جميعا، ولكننا سنقتصر على ذكر أقوال بعضهم ثم نذكر الباقين فردا دون ذكر أقوالهم. أولهم علي بن إبراهيم القمي صاحب التفسير، قال في مقدمة تفسيره: وأما ما هو على خلاف ما أنزل الله فهو قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ثم ذكر أنها نزلت: كنتم خير أئمة أخرجت للناس. وهذا في مقدمة تفسيره في مؤسسة دار الكتاب في قم في إيران. وقد ذكر علماء الشيعة أن القمي يقول بالتحريف، وقالوا عنده فيه غلو. وهذا في مقدمة تفسيره وفي كتاب آراء حول القرآن للأصفهاني صفحة 88، وفي تفسير الصافي كذلك الجزء الأول صفحة 49. الثاني محمد بن يعقوب الكليني، وقد نسب إليه القول بالتحريف جمع من علماء الشيعة، لأنه ذكر في مقدمة كتابه أن كل ما فيه صحيح عنده، وقد ملأ كتابه بروايات التحريف، بل بوب بابا بعنوان: لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة. وهذا في الكافي الجزء الأول صفحة 28 و200. ونسبه إلى القول بالتحريف كل من الكاشاني والأصفهاني والطبرسي النوري والجزائري والمجلسي وغيرهم، كلهم قالوا إن الكليني ممن يقول بالتحريف، وهنا كلهم علماء شيعة وليسوا من علماء السنة. الثالث محمد بن صالح المازندراني، وهو شارح الكافي، وقد توفي في القرن 11، قال: وإسقاط بعض القرآن وتحريفه ثبت من طرقنا بالتواتر معنى، كما يظهر لمن تأمل في كتب الأحاديث من أولها إلى آخرها. وهذا قاله في شرح الكافي الجزء 11 صفحة 76. الرابع أبو الحسن العاملي، قال: اعلم أن الحق الذي لا محيص عنه بحسب الأخبار المتواترة الآتية وغيرها أن هذا القرآن الذي في أيدينا قد وقع فيه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء من التغييرات، وأسقط الذين جمعوه بعده كثيرا من الكلمات والآيات. وهذا قاله في مرآة الأنوار صفحة 36. وهذا المفيد قال: إن الذي بين الدفتين من القرآن، الدفتان جلدتا المصحف، يقول: إن الذي بين الدفتين من القرآن جميعه كلام الله وتنزيله، وليس فيه شيء من كلام البشر. قال: وهو جمهور المنزل
والباقي مما أنزله الله قرآنا عند المستحفظ للشريعة. المستودع للأحكام لم يضع منه شيء. طبعا المستحفظ للشريعة المستودع هو المهدي المنتظر. وهذا قاله في المسائل السروية صفحة 78. وقال أيضا: إن الأخبار قد جاءت مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد باختلاف القرآن وما أحدثه الظالمون فيه من الحزه والنقصان. وهذا قاله في أوائل المقالات صفحة 91. السادس المجلسي، محمد بن باقر المجلسي المتوفى في القرن 12، قال: لا يخفى أن هذا الخبر، يريد الخبر الذي فيه أن القرآن نزل 17,000 آية، 17,000 آية، يقول: لا يخفى أن هذا الخبر وكثيرا من الأخبار في هذا الباب متواترة معنا، وطرح جميعها يوجب رفع الاعتماد على الأخبار رأسا، بل ظني أن الأخبار في هذا الباب لا تقصر عن أخبار الإمامة، فكيف يثبتون هذا الخبر؟ أي كيف يثبتون الإمام الخبر وينكرون تحريف القرآن الذي جاء به أيضا الخبر؟ وهذا قاله في مرآة العقول الثاني عشر صفحة 25 و500. السابع سلطان محمد الجنابذي الملقب بسلطان شاه علي، قال: اعلم أنه قد استفاضت الأخبار عن الأئمة الأطهار بوقوع الزيادة والنقيصة والتحريف والتغيير فيه، بحيث لا يكاد يقع شك في صدور بعضها منهم. وهذا في كتاب بيان السعادة في مقامات العبادة الجزء الأول صفحة 19. والثامن ميرزا حبيب الله الهاشمي الخوئي، قال: القسم الثالث الأدلة الدالة على وجود النقصان فقط في القرآن، وهي كثيرة. ثم ضرب أمثلة، ذكر آيات كثيرة رسمها برسم المصحف، وقال: قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك في شأن علي، وقوله تعالى: إنما أنت منذر وعلي لكل قوم هاد، قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله في ولاية علي ولا إمة من بعده فقد فاز فوزا عظيما. ثم قال بعد ذلك: وفيما ذكرناه كفاية لمن طلب الحق، لأنها على اختلاف مؤدياتها متفقة على الدلالة على النقيصة في الكتاب، فيحصل منها العلم الضروري بها، والأخبار بلغت حد التواتر. وهذا قاله في منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة الجزء الثاني من صفحة 14 و200 إلى صفحة 10 و200. التاسع يوسف البحراني، قال: لا يخفى ما في هذه الأخبار، يعني أخبار التحريف، يقول: لا يخفى ما في هذه الأخبار من الدلالة الصريحة والمقالة الفصيحة على ما اخترنا ووضوح ما قلنا، ولو تطرق الطعن إلى هذه الأخبار على كثرتها وانتشارها لأمكن الطعن إلى أخبار الشريعة كما لا يخفى، إذ الأصول واحدة، وكذا الطرق والرواة والمشايخ والنقلة. ولعمري إن القول بعدم التغيير والتبديل لا يخرج عن حسن الظن بأئمة الجور، يريد الصحابة، يقول: لا يخرج عن حسن الظن بأئمة الجور وأنهم لم يخونوا في الأمانة الكبرى التي هي القرآن، مع ظهور خيانتهم في الأمانة الأخرى، يريد خلافة علي، التي هي أشد ضررا على الدين. وهذا نعمة الله الجزائري عاشرهم الذي توفي في القرن 12، قال عن القراءات السبع: إن تسليم تواترها عن الوحي الإلهي وكون الكل قد نزل به الروح الأمين يفضي إلى طرح الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن كلاما ومادة وإعرابا. وهذا قاله في الأنوار النعمانية الجزء الثاني صفحة 57 و300. ثم عدنان البحراني المتوفى في القرن 14، قال: إلى غير ذلك من الأخبار التي لا تحصى كثرة وقد تجاوزت حد التواتر ولا في نقلها كثير فائدة،
بعد شيوع القول بالتحريف والتغيير بين الفريقين وكونه من المسلمات عند الصحابة والتابعين بل وإجماع الفرقة المحقة وكونه من ضروريات مذهبهم وبه تضافرت أخبارهم. وهذا قاله في مشارق الشموس الدرية صفحة 26 و100. أما علماء الشيعة الذين نسب إليهم القول بالتحريف ولن نذكر أقوالهم منهم محسن الكاظمي، محمد بن الحسن الصفار، محمد بن إبراهيم النعماني، سعد بن عبد الله القمي، محمد بن مسعود العياشي، محمد بن العباس المهيار، فرات بن إبراهيم الكوفي، أبو سهل بن نوبخت، حسن بن موسى، إبراهيم بن نوبخت، أبو القاسم النوبختي، حاجب بن الليث، فضل بن شاذان، علي بن عبد العالي، علي بن طاووس. وهذا كلهم قد ذكرهم صاحب فصل خطاب نور القبرصي في صفحة 26 و27 و55 و100. ثم كذلك محمد بن حسين الصهاني، وهذا ذكره صاحب آراء حول القرآن في صفحة 88. ثم أحمد بن منصور القبرصي والميثم البحراني والأردبيلي وجردار علي وسلطان الخرساني، وهذا في كتاب الشيعة 12 وتحريف القرآن في صفحة 25. أما كبيرهم الذي تولى كبر هذا الأمر وتولى نشره فهو النوري الطبرسي، وهذا جمع روايات الشيعة في تحريف القرآن في كتاب واحد سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأباب. ولكن ترى ماذا كان رد فعل آيات الشيعة تجاه هذا الكتاب والمؤلف؟ هل قتل المؤلف مرتدا؟ هل طردوه من البلاد؟ هل أحرقوا الكتاب؟ لا، بل جعلوا أحد كتبه وهو مستدرك الوسائل جعلوه ثامن كتاب معتبر عندهم، ودفنوا المؤلف في مكان مقدس عندهم يتمنى جل الشيعة أن يدفنوا هناك ولو ليوم واحد. لقد دفن في بناء المشهد المرتضوي بالنجف. أما مكانته هذا الرجل الذي ألف هذا الكتاب الخطير، مكانة هذا الرجل عند الشيعة، فقال أغا بازرق الطهراني: هو إمام وأئمة الحديث والرجال في الأعصار المتأخرة، ومن أعاظم علماء الشيعة وكبار رجال الإسلام في هذا القرن. هذا في مستدرك الوسائل الجزء الأول صفحة 41. وقال كذلك: ارتعش القلم بيدي عندما كتبت هذا الاسم، يعني النور الطبرسي، واستوقفني الفكر عندما رأيت نفسي عازما على ترجمة أستاذي النوري، وتمثل لي بهيئته المعهودة بعد أن مضى على فراقنا 55 سنة، فخشعت إجلالا لمقامه ودهشت هيبة لها ولا غرابة، فلو كان المترجم له غيره لهان الأمر، ولكن كيف بي وهو من أولئك الأبطال غير المحدودة حياتهم وأعمالهم. وهذا في نفس المكان، أي في مستدرك الوسائل الجزء الأول صفحة 41. وقال محمد حسين آل كاشف الغطاء عن النور الطبرسي، قال: هو حجة الله على العالمين، معجب الملائكة بتقواه، من لو تجلى الله لخلقه لقال: هذا نوري، مولانا ثقة الإسلام حسين النوري. وهذا في مقدمة كتاب كشف الأسرار. وعباس القمي قال عن النور الطبرسي، قال: شيخ الإسلام والمسلمين، مروج علوم الأنبياء والمرسلين، الثقة الجليل والعالم النبيل، المتبحر الخبير، والمحدث الناقد البصير، ناشر الآثار، وجامع شمل الأخبار. وهذا قاله في الكنى والألقاب. هذا الرجل الذي ألف هذا الكتاب الخطير وهو كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، حاول بعض علماء الشيعة أن يعتذروا له، فهذا تلميذه البار به أغا بازرق الطهراني قال:
معتذرا لشيخه قال شيخنا النوري في آخر أيامه أخطأت في تسمية الكتاب، وكان الأجدر أن يسمى بفصل الخطاب في عدم تحريف الكتاب، لأني أثبتت فيه أن كتاب الإسلام القرآن الموجود بين الدفتين المنتشر في بقاع العالم وحي إلهي بجميع سوره وآياته وجمله، لم يقرأ عليه تغيير أو تبديل ولا زيادة ولا نقصان ولا شك لأحد من الإمامية فيه. هذا في مقدمة مستدرك الوسائل صفحة 50. هكذا اعتذر له تلميذه غبازرق الطهراني، ولا شك أن هذا الكلام باطل بل كذب، ولكن ترى من هو الكذاب؟ أهو النور الطبرسي أو غبازرق الطهراني؟ لا يهم، فهو علم لا ينفع وجهل لا يضر. وهذه بعض نصوص النوري في كتابه تناقض هذا الكلام. قال النوري الطبرسي: هذا كتاب لطيف وسفر شريف عملته في إثبات تحريف القرآن وفضائح أهل الجور والعدوان. هذا قال في الصفحة الثانية من الكتاب. وقال كذلك: كما يصدق على القرآن اختلاف المعنى وتناقضه كنفيه مرة وإثباته أخرى، وعلى اختلاف النظم كفصاحة بعض فقراتها البالغة حد الإعجاز وسخافة بعضها الأخرى. وهذا قاله في نفس الكتاب صفحة 11 و200. وقال كذلك النور الطبرسي: إنه كان لعلي قرآنا خاصا به، في قرآن لكن هكذا هي موجودة، إنه كان لعلي قرآنا خاصا به جمعه بنفسه، وكان عند ولده يتوارثونه إمام عن إمام وهو عند الحجة يعني المنتظر، وهو مخالف لهذا القرآن الموجود من حيث التأليف وترتيب السور والآيات بل والكلمات أيضا من جهة الزيادة والنقيصة، ففي القرآن الموجود تغيير من جهتين. بعض المعاصرين من الشيعة يعنى أن أحدا لم يقل بالتحريف بعد كل هؤلاء الذين ذكرناهم، ممن صرح بالتحريف ومن زعم أنه يعني إجماع الشيعة ومن زعم أنه متواتر، يأتي بعض علماء الشيعة المعاصرين ليقولوا لنا لم يقل أحد من الشيعة بالتحريف. ضحك على من وكذب على من؟ هذا القول يصح قبل أن تطبع كتبهم وقبل أن يراها أهل السنة. كانوا يظنون أن أهل السنة لا يقرؤون كتبهم، ولذلك جاز لهم أن يكذبوا وأن يدعوا مثل هذه الادعاءات، ولكن بعد ظهور كتبهم وقراءة أهل السنة لها تبين كذب مدعاهم. فهذا الأميني نقل كلام ابن حزم أن الشيعة كلهم يقولون بالتحريف إلا المرتضى فقط، استثناه ابن حزم رحمه الله تعالى. يقول الأميني في الرد على ابن حزم، والأميني هذا يعني في القرن 14، يقول: ليت هذا المجترئ، يعني ابن حزم يقول: ليت هذا المجترئ أشار إلى مصدر فريته من كتاب للشيعة موثوق به، أو حكاية عن عالم من علمائهم تقيم له الجامعة وزنا، أو طالب من رواد علومهم ولو لم يعرفه أكثرهم بل نتنازل معه، إلى قول جاهل من جهالهم أو قروي من بسطائهم أو ثرثار كمثل هذا الرجل يرمي القول على عواهنه. سبحان الله، جرأة عجيبة جدا. يعني كل هؤلاء الذين نقلنا كلامهم من جزء والصفحة يقولون بالتحريف، ثم يأتي هذا وينكر هذا الإنكار العجيب، يقول: ولا شيعي قال، ولا ثرثار شيعي، ولا عالم، ولا طالب علم، ولا قروي، وكل أولئك من علمائهم الكبار قالوا بالتحريف. وهذا شيء عجيب. يقول الأمين مكملا، يقول: لكن القارئ إذا فحص ونقب لا يجد في طليعة الإمامية إلا نفات هذه الفرية، كالشيخ الصدوق في عقائده والشيخ المفيد وعلم الهدى الشريف المرتضى الذي اعترف له الرجل بنفسه، يعني ابن حزم قال هذا ما يقول بالتحريف،
وليس بمتفرد عن قومه في رأيه كما حسبه المغفل يعني ابن حزم. قال: وهو قول شمس الطائفة الطوسي في التبيان وأمين الإسلام الطبرسي في مجمع البيان وغيرهم. يقول: فهؤلاء أعلام الإمامية وحملة علومهم الكالئين لنواميسهم وعقائدهم قديما وحديثا يوقفونك على مين الرجل فيما يقول. مين هو الكذب؟ يقول هذا دليل على كذب ابن حزم. ثم قال: وهذه فرق الشيعة في مقدمهم الإمامية مجمعة على أن ما بين الدفتين هو ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه وهو المحكوم بأحكامه ليس إلا فقط. وهذا قاله في كتاب الغدير الجزء الثالث صفحة 100. ولا شك أن ما سبق يدل على صدق ابن حزم وكذب الأميني. وهذا التجار المعاصر يقول: قال لي منعم: هل تعرف أن كل الفرق الإسلامية على اختلاف مذاهبها متفقة على القرآن الكريم؟ وهذا قاله في كتاب ثم اهتديت صفحة 56. وقال كذلك: وما ينسب إلى الشيعة من القول بالتحريف هو مجرد تشنيع وتهويل، وليس له في معتقدات الشيعة وجود. وإذا ما قرأنا عقيدة الشيعة في القرآن الكريم فسوف نجد إجماعهم على تنزيه الكتاب من كل تحريف. وله في كتاب هذا كثير من الكذب، من أمثال هذه الكذبة بيناها في كتاب كشف الجان من أراد الرجوع إليه. وهذا عبد الحسين شرف الدين المسلم يقول عن موسى جار الله، يقول: نسب إلى الشيعة القول بالتحريف في إسقاط كلمات وآيات. قال عبد الحسين المسلم: نعوذ بالله من هذا القول، ونبرأ إلى الله من هذا الجهل، وكل من نسب هذا الرأي إلينا جاهل بمذهبنا أو مفتر علينا، فإن القرآن متواتر من طرقنا بجميع آياته وكلماته. وهذه نريد أن نقف معها بعد قليل، وهي قوله متواتر من طرقنا. وأنا أسأل جميع الشيعة: من يستطيع منهم أن يثبت تواتر القرآن من طرقهم؟ اسألوهم جميعا، فليجتمعوا على هذا الأمر وليثبتوا لنا تواتر القرآن من طرقهم. وهذا قاله في أجوبة مسائل جار الله في صفحة 28. وأما كلام التجان الثاني فهو في باب مع الصادقين صفحة 200. وهذا جعفر النجفي قال: إن اعتقادنا في جملة القرآن الذي أوحى الله به تعالى إلى نبيه محمد، وهو كل ما يحويه هذا المصحف المتداول بين الناس لا أكثر، وأما من ينسب إلينا الاعتقاد في أن القرآن أكثر من هذا فهو كاذب كفار. وهذا في كتاب 100 مسألة مهمة حول الشيعة صفحة 14. قال مهدي السويج معلقا على كلام جعفر النجفي، قال: وعلى هذا تقارير كل علماء الشيعة الأعلام قديما وحديثا. أليس يزعم كثير من الشيعة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة أو أكثر بحسب اختلاف رواياتهم في ذلك؟ فمن أين لهم تواتر القرآن الكريم؟ إنني أطلب من كل شيعي يريد الحق أن يطلب من علمائه ومشايخه أن يثبتوا له تواتر القرآن من طرقهم الخاصة بهم، ولن يستطيعوا ذلك أبدا، لأن تواتر القرآن إنما يثبته وينقله أهل السنة فقط، فهم النقلة وهم الحفظة وهم المدافعون عن كتاب الله تبارك وتقدس. أما الشيعة فالقرآن عندهم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه، وعن علي ابنه الحسن وابنه الحسين رضي الله عنهم أجمعين، وهكذا إلى المهدي. فأين التواتر؟ إن التواتر هو رواية جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. وقد ذكر أهل العلم إن أقل طبقة من طبقات التواتر يكون فيها 10،
فهل يستطيع الشيعة أن يثبتوا هذا؟ وهذا التواتر إنما ينقله أهل السنة في كتبهم ويثبتونه، فإن كان أهل السنة ثقات في نقلهم وجب قبول قولهم في غيره، وإن كانوا غير ثقات وجب رد روايتهم للقرآن، وليبحث الشيعة بعد ذلك لهم عن قرآن آخر ودين آخر. وهذا هو الذي دفع كثيرا من علماء الشيعة إلى القول بتحريف القرآن كالبحراني والجزائري والنوري الطبرسي، وهو عدم الثقة بالنقل أصلا. وإذا قال يوسف البحراني ولعمري إن القول بعدم التغيير والتبديل لا يخرج عن حسن الظن لأئمة الجور الذي هم الصحابة في ظنه، وأنهم لم يخونوا في الأمانة الكبرى الذي هو القرآن مع ظهور خيانتهم في الأمانة الأخرى التي هي الإمامة. وهذا قال في الدرر النجفية صفحة 98 و200. وهذا النور الطبرسي قال: والحاصل أن من وقف على شطر قليل من حال القوم يعني الصحابة وكيفية تواطئهم على إخفاء الحق وسترهم ما هو أحق بالنشر مما ذكر، كيف يستغرب منهم بعد ذلك ما ورد من ارتدادهم ورجوعهم إلى قواعد جاهلية أكثر مما يخفى. هذا قال فصل الخطاب صفحة 58 و300. فإذا كان الشيعة الاثنى عشرية يزعمون أن الصحابة كلهم قد ارتدوا إلا ثلاثة، وهم أبو ذر والمقداد وسلمان، ثم زادوا بعد ذلك عمارا وغيره قليل، كل هؤلاء ليسوا من نقلة القرآن، بل نقلة القرآن هم المرتدون في نظر الشيعة الإمامية. وهذا أنقل تواتر القرآن عن أهل السنة، ولينقل الشيعة تواتر القرآن من طرقهم. إن القرآن الكريم كما هو معلوم يعني يرجع جمعه إلى سبعة قراء المعروفون بقراء السبعة، وهم نافع المدني وعبد الله بن كثير وأبو عمرو بن العلاء وعبد الله بن عامر وعاصم بن بهدلة وحمزة الزيات والكسائي. هؤلاء هم القراء السبعة. كيف وصل القرآن إلى هؤلاء القراء السبعة؟ وهؤلاء بعدهم تواتر عنهم القرآن بنقل الكافة عن الكافة، ولكن نحن الآن نتكلم عن هؤلاء السبعة كيف وصل إليهم القرآن الكريم. أما نافع المدني فروى أو وصله القرآن الكريم من طريق مسلم بن جندب وشيبة بن وصاح وعبد الرحمن بن هرمز ويزيد بن القعقاع، وهؤلاء أخذوا القرآن عن ابن عباس وأبي هريرة، وابن عباس أخذه عن أبي بن كعب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان، وأبو هريرة أخذه عن علي وأبي بن كعب. الثاني عبد الله بن كثير، عبد الله بن كثير أخذ القرآن عن درباس وعن مجاهد، والمجاهد أخذه عن ابن عباس وعن عبد الله بن السائب، وابن عباس كما قلنا أخذه عن أبي وعلي، وعبد الله بن السائب أخذه كذلك عن أبي وعن علي، ودرباس أخذه عن ابن عباس. ثم أبو عمرو بن العلاء، أبو عمرو بن العلاء أخذ القرآن عن ابن كثير ومجاهد وعطاء بن أبي رباح ونصر بن عاصم وعكرمة، ونصر بن عاصم أخذه عن عمرو بن شرحبيل، ومجاهد أخذه عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن السائب، وعكرمة أخذه عن أبي هريرة وابن عباس، وعطاء أخذه عن أبي هريرة، وعمر بن شرحبيل أخذه عن عمر وعلي وابن مسعود. وأما عبد الله بن عامر فأخذ القرآن عن عثمان بن عفان وعن أبي الدرداء، وأما عاصم بن بهدلة فأخذه عن أبي عبد الرحمن السلمي وعن زر بن حبيش، وعبد الرحمن السلمي أخذه عن عثمان وعلي وأبي وزيد وابن مسعود، وزر بن حبيش أخذه عن عثمان وعلي وابن مسعود. وأما حمزة الزيات فأخذه عن الأعمش وحمران بن أعين وابن أبي ليلى وجعفر بن محمد، والأعمش أخذه عن يحيى بن وثاب، ويحيى أخذه عن زر بن حبيش، وزر أخذه عن عثمان وعلي وابن مسعود، وحمران بن أعين أخذه عن أبي الأسود الدؤلي، وأبو الأسود أخذه عن عثمان وعلي، وابن أبي ليلى أخذه عن المنهال، والمنهال أخذه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وجعفر بن محمد أخذه عن أبيه محمد بن علي، ومحمد أخذه عن علي بن حسين، وعلي بن حسين أخذه عن حسين بن علي، والحسين أخذه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، والكسائي أخذه عن حمزة، وطرق حمزة هي طرق الكسائي. هؤلاء هم القراء السبع. هذا تواتر القرآن عندنا. وهؤلاء القراء السبع لهم رواة، وكل واحد له راويان مشهوران. أما نافع المدني فأخذ القرآن عنه ورش وقانون، وأما عبد الله بن كثير فأخذ القرآن عنه قنبل والبزي،
وابو عمرو بن علاء اخذ القران عنه الدوري والسوسي، وعبد الله بن عامر اخذ القران عنه هشام بن عمار وعبد الله بن ذكوان، وعاصم اخذ القران عنه حفص وشعبه، وحمزه اخذ القران عنه خلاد وخلف، وحمزه اخذ القران عنه حفص والليث. هذا تواتر القران عندنا، هل يستطيع الشيعة ان يثبتوا تواتر القران من طرقهم؟ يعجزون عن ذلك. السنه هم الذين يحفظون القران وهم الذين ينقلون تواتره، والشيعة لا تواتر القرآن عندهم، بل المتواتر عندهم روايات التحريف التي تزعم أن القرآن محرف. وحتى نكون أمينين في نقلنا، وهذه عادتنا، ويسأل الله تبارك وتعالى أن يديمها علينا، وهذه عادة أهل السنة. نذكر من قال بعدم التحريف من علماء الشيعة حتى لا نظلم الجميع. نحن لا نقول أبدا إن جميع الشيعة في قلوبهم، هم يقولون ذلك، نعم هم يقولون ذلك، كما نقلنا أقوالهم قبل قليل، هم ينقلون الإجماع وينقلون أنه من ضروريات مذهبهم، ويعتذرون لمن قال بعدم التحريف لأنه قاله تقية، هم يلزمون قومهم بالقول بالتحريف، ولكننا نحن أنصف لقولهم منهم، نحن ننصف الشيعة أكثر من الشيعة أنفسهم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه الآية هي ميزاننا، هذه الآية هي التي تمنعنا من أن نتقول عليهم بغير ما قالوا. إن هناك من علماء الشيعة من تبرأ من القول بالتحريف، الأول ابن بابويه الصدوق، والثاني المفيد، والثالث المرتضى، والرابع أبو جعفر الطوسي، والخامس أبو علي الطبرسي. وهذا ابن طاووس في القرن السابع قال إن رأي الإمامية هو عدم التحريف، وهذا في كتاب القرآن ودعاوى التحريف صفحة 100. وهذا الله أعلم بنقله، لأن المشهور عن ابن طاووس أنه يقول بالتحريف كما سيأتي. طيب، هؤلاء هم الذين قالوا بعدم التحريف من علماء الشيعة القدماء. أولهم الصدوق، هذا الصدوق روى التحريف في كتابه وسكت عنه. روى الصدوق في كتابه عن أبي عبد الله قال: إن سورة الأحزاب فضحت نساء قريش من العرب وكانت أطول من سورة البقرة، ولكن نقصوها وحرفوها. وهذا ذكره في ثواب الأعمال صفحة 39 و100، وأوجد في بحار الأنوار 92 صفحة 50. وفي رواية قال: يجيء يوم القيامة ثلاثة يشكون إلى الله عز وجل: المصحف والمسجد والعترة. يقول المصحف: يا رب حرقوني ومزقوني. وهذا في كتاب الخصال الجزء الأول صفحة 74 و100. ولكن في بحار الأنوار نفس هذه الرواية يقول المصحف: يا رب حرقوني ومزقوني. وهذا في البحار صفحة جزء 93 صفحة 94. الثاني الطوسي الذي يقول بعدم التحريف. هذا الطوسي هدد كتاب رجال الكشي، وهذا الكتاب مطلوع وموجود حاليا، الذي يسمى بالرجال الكشي هو من تهذيب الطوسي الذي يقوم بعدم التحريف، والكتاب مليء بروايات التحريف فلم يتكلم عليها بشيء بل أثبتها وسكت عنها. هذا الطوسي. منها رواية عن أبي الحسن الأول قال: لا تأخذن دينك من غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم، إنهم ائتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه. وهذا في رجال الكشي صفحة 10. الخوئي قال عن تفسير القلي، الخوئي يقول بعدم التحريف، ويقول القول بتحريف القرآن قول خرافة لم يقل به أحد. يقول عن تفسير القلي المليء بالتحريف، يقول: إن روايات تفسيره كلها ثابتة عن المعصومين وصادرة عنهم لأنها انتهت إليه بواسطة المشايخ الثقات. وهذا قال في معجم رجال الحديث الجزء الأول صفحة 63.
وقال كذلك هذا الخوئي عن رواية التحريف: إن كثرة الروايات تورث القطعة بصدور بعضها عن المعصومين ولا أقل من الاطمئنان بذلك، وفيها ما روي بطريق معتبر. وهذا قاله في كتاب البيان صفحة 220 و200. ثم هو كذلك من الموثقين لدعاء صنمي قريش، وفي هذا الدعاء: اللهم لعن صنمي قريش يريدون عمر وأبا بكر رضي الله عنهما. يقول الدعاء: اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما اللذين حرفا كتابك وقلبا دينك. هذه عليها توقيع الخوئي أنها موافقة لفتواه. ولا يخفى أن المراد بجبتي قريش أبو بكر وعمر وابنتاهما طبعا عائشة وحفصة رضي الله عن الجميع. وهذا موجود في تحفة العوام لمنظور حسين صفحة 240 و400. وشارك الخوئي في هذا التوثيق كل من الخميني وشريعة مداري ومحسن الحكيم وحسين البروجردي. الرابع من طوس الذي نقل عنه صاحب دعاوى التحريف انه لا يقول بالتحريف. نقل رسول جعفريان في كتابه القرآن ودعاوى التحريف عن ابن طوس انه قال: ان رأي الامامية هو عدم التحريف. بينما النور الطبرسي في كتاب فصل الخطاب صفحة 55 و100 ينقل عن ابن طاووس انه قال في رده على ابي محمد الجبائي لما اتهم الشيعة بالقول بنقصان القرآن، قال: كل ما ذكرته من طعن وقدح على من يذكر ان القرآن وقع فيه تبديل وتغيير فهو متوجه على سيدك عثمان بن عفان، لان المسلمين اطبقوا انه جمع الناس على هذا المصحف الشريف وحرق ما عداه من المصاحف، فلولا اعتراف عثمان بأنه وقع تبديل وتغيير من الصحابة لما كان هناك صحف تحرق. كما رأيتم تضارب بين أقوال الشيعة. القمي يقول بالتحريف ويجاهر به وله فيه غلو، وكذا تلميذه الكليني يحشو كتابه برواية التحريف ثم يقول: كل ما فيه صحيح عندي. ثم يأتي ابن بابويه فيقول: من نسب إلى الشيعة مثل هذا القول فهو كاذب. فيأتي تلميذه المفيد فيقول: باستفاضة الروايات أي كثرتها. فيرد عليه تلميذه المرتضى فيقول: هذه الروايات لا يعتد بها، ويوافقه على هذا الطوسي. ثم يأتي الطبرسي صاحب التفسير وينكر القول بالتحريف، بينما يثبته معاصره الطبرسي الآخر صاحب الاحتجاج. وتأتي الدولة الصفوية فيعلن كثير من كبارها كالمجلسي والجزائري والفتون العاملي ونيس البحراني والمازندراني هذا الكفر، بل ويزعم بعضهم انه من ضروريات المذهب، ويزعم اخرون انه اجماع الشيعة. حتى جاء كبيرهم الطبرسي النوري والقاها كالقنبلة بجمع الكفر الذي تناثر في كتبهم في كتاب واحد سماه فصل الخطاب في اثبات تحريف كتاب رب الارباب. ثم جاءنا المعاصرون الآن كالأميني والتيجاني وجعفر النجفي والموسوي عبد الحسين ومغنية والآصفي، فأنكروا أن يكون أحد من الشيعة قال بالتحريف، فمن مصدق مع هذا التناقض والتضارب بين أقوالهم؟ هل يريدون أن يظهروا للناس بوجهين؟ هل هي تقية؟ هل يراعون الظروف والمناسبات؟ هل هناك كتب من خاصة وأخرى للعامة وأهل السنة؟ هل هناك اختلاف حقيقي بين علمائهم؟ إذا كان الكذب يمكن أن يكون متواترا عندهم كما زعموا بتحريف القرآن، فلا ثقة إذن بسائر أخبارهم، وهذا ما صرح به البحراني. إن الأمر كما قلت عجيب جدا. إن مئات الروايات عن المعصومين تثبت أن الشيعة يقولون بالتحريف، وإن القولة بأن أسانيد هذه الروايات ضعيفة لا يمكن أن يقبل لأمور. منها أولا عدم اعتبار الشيعة للأسانيد كما فصلناه في كلامنا عن المتعة. ثانيا روايات التحريف متواترة عندهم أو قريبة من التواتر، وما كان حاله كذلك لم ينظر إلى سنده. ثم كذلك هناك من علماء الشيعة من صحح أسانيد روايات التحريف. ثم كذلك يلزم من رد الروايات الكثيرة في التحريف التي بلغت قريبا من 2000 رواية يلزمه أن يرد روايات الإمامة
وروايات الرجعة والبداء والعصمة، لأنه كما قال شيخهم العلامة يوسف البحراني: لو تطرق الطعن إلى هذه الأخبار، إخبار تحريف، على كثرتها وانتشارها لأمكن الطعن إلى أخبار الشريعة كما لا يخفى. إذ الأصول واحدة، وكذا الطرق والرواة والمشايخ والنقلة. قال في الدرة النجفية صفحة 98 و 200 إن روايات التحريف التي عند الشيعة منقولة عن الأئمة 12 الذين يعتقدون عصمتهم، بينما كل من ينقلون عنه عدم التحريف هو من العلماء ليس من الأئمة، ما ينقلون عن الأئمة ولا رواية واحدة تقول بعدم التحريف، بل ينقلون 2000 رواية عن الأئمة تقول بالتحريف. والذين قالوا بعدم التحريف أو الذين ينقلون عنهم القول بعدم التحريف هم علماء يصيبون ويخطئون غير معصومين، أما المعصومون عندهم فنقلوا عنهم القول بالتحريف، فيلزم الشيعة الأخذ بكلام المعصومين دون كلام غيرهم. قال نعمة الله الجزائري: إن الأخبار الدالة على التحريف تزيد على 2000 حديث. ثم قال: إنه لم يقف على حديث واحد يشعر بخلاف ذلك، يعني حديث واحد في كتبهم. وهذا قاله صاحب أراء حول القرآن الصهاني صفحة 89. وقال يوسف البحراني: على أن هذه الأخبار، يعني أخبار التحريف، لا معارض لها كما عرف، سوى مجرد الدعاوى العارية عن الدليل الذي لا يخرج عن مجرد القيل والقال. وهذا قال في الدرة النجفية صفحة 98 و200. وهنا يأتي سؤال: لماذا قال علماء الشيعة بالتحريف؟ يعني الذين صرحوا بالتحريف والذين اتقوا، يعني قالوا بالتحريف ونفوه تقية، لماذا قالوا بالتحريف؟ روت كتب الشيعة روايات كثيرة جدا عن الأئمة حتى وصلوا بالإمامة إلى مكانة فوق مكانة الصلاة والزكاة والحج والصوم. ولما لم يلقى هذا الكلام قبولا عند كثير من الناس، خاصة أنهم لا يجدون ولا آية واحدة تنص عن الإمامة في مقابل الآيات الكثيرة التي ذكرت الصلاة والزكاة وغيرهما، وذلك أن الصلاة ذكرت في القرآن قريبا من 100 مرة والزكاة ذكرت أكثر من 30 مرة، بينما الولاية لم تذكر ولا مرة واحدة، الإمامة ما ذكرت ولا مرة واحدة في القرآن الكريم. فكانت هذه محاولة لإقناع الأتباع بصحة المذهب، يعني قول ذهب القرآن محاولة لإقناع الأتباع بصحة المذهب بعد أن ضجوا من خلو كتاب الله من ذكر أئمتهم مع قائدهم. وهذه بعض الروايات في الإمامة. عن محمد بن علي الباقر قال: بني الإسلام على 5، على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. وهذا في الكافي الجزء الثاني صفحة 12. وعن أبي عبد الله قال: إن الله قد افترض على أمة محمد 5 فرائض: الصلاة والزكاة والصيام والحج وولايتنا، فرخص لهم في أشياء من الفرائض الأربع ولم يرخص في أحد من سلسل واحدة وهي الولاية. وهي الولاية زيادة من عندي. الكافي الجزء الثاني صفحة 22. وعن أبي عبد الله قال: أساسي الإسلام 3. الأساسي هي الأحجار التي يوضع عليها القدر. القدر الآن لو على حجر يسقط، على حجرين يسقط، على 3 أحجار يثبت، فيسمونها الأساسي. قال: أساس الإسلام 3: الصلاة والزكاة والولاية. وهذا في الكافي الجزء الثاني صفحة 18. وعن أبي جعفر قال: بني الإسلام على 5 أشياء: على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. قال زرارة: قلت وأي شيء من ذلك أفضل؟ قال: الولاية أفضل. وهذا في الكافي الجزء الثاني صفحة 18. وعن علي بن أبي طالب قال: لو أن عبدا عبد الله 1000 سنة لا يقبل الله منه حتى يعرف ولايتنا أهل البيت. ولو أن عبدا عبد الله 1000 سنة وجاء بعمل 72 نبيا ما يقبل الله منه حتى يعرف ولايتنا أهل البيت، وإلا أكبه الله على منخريه في نار جهنم. وهذا في البحار بحر أنوار جزء 27 صفحة 97 و100. السبب الثاني الذي دفعهم للقول بالتحريف: ثناء الله على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن ثناء الله على الصحابة أثار حفظة علماء الشيعة،
وهم يعلنون الليل والنهار لشيعتهم أن هؤلاء الصحابة منافقون متسترون بالإسلام. فلم يكن من ضد بالخروج من هذه المعضلة إلا باللجوء إلى هذا الكفر ألا وهو القول بتحريف القرآن. قال الله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقال جل ذكره: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم من الإيمان فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وكانوا قريبا من 1500، والشيعة يقولون ارتدوا كلهم إلا 3. وقوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال جل ذكره: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كل هذا الثناء من الله على الصحابة، ثم يأتي أولئك القوم فيقول: هم كفار، هم منافقون، هم مرتدون. طيب والقرآن؟ قال: القرآن محرف، فيد فيه، نقص منه. كل المثالب التي طعن عليهم بها أزالوها من القرآن. كل المدح الذي تجدونه في القرآن إنما مما أضافوه. السبب الثالث: عدم تعرض القرآن الكريم لذكر أسماء الأئمة وفضائلهم ومعجزاتهم. دفع علماء الشيعة الذين رووا في كتب معجزات الأئمة تفوق معجزات كثير من الأنبياء، كل هذا دفعهم إلى القول بتحريف القرآن، إذ لا يعقل أن لا يتطرق القرآن لبيان مثل هذا الأمر المهم. مما جاء في كتبهم عن أئمتهم، قال الخميني: فإن للإمام مقاما محمودا ودرجة ثانية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون، وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذا قال في الحكومة الإسلامية صفحة 250. وأما مروياتهم في ذلك، أول ما رواه الخميني في كتابه قال: للإمام 10 علامات، علامات الإمام. قال مقصود الإمام يعني الإمام 12. قال: يولد مطهرا مختونا، إذا وقع على الأرض وقع على راحته رافعا صوته بالشهادتين، يوم يولد لا يجمد، تنام عيناه ولا ينام قلبه، لا يتثاءب، يرى من خلفه كما يرى من أمامه، لا يتمطى، نجمه كرائحة المسك، والأرض موكلة بستره وابتلاعه، محدث إلى أن تنقضي أيامه، إذا لبس درع رسول الله فهم كانت عليه وفقا. وهذا في الكافي الجزء الأول صفحة 88-300. وقد بوب الكليني والمجلس في كتابيهما أبوابا تغنينا هذه الأبواب عن ذكر ما تحويه من الروايات، فقط اسمع عن عناوين الأبواب. أما الكافي للكليني فمن أبوابه باب: إن الأئمة هم أركان الأرض، وهذا الجزء الأول صفحة 96-100. أن الأئمة عندهم جميع الكتب التي نزلت من عند الله، الجزء الأول صفحة 27-200. يعلمون جميع العلوم التي خرجت إلى الملائكة والأنبياء والمرسلين، الجزء الأول صفحة 55-100. طبعا كل باب تحته روايات تدل على هذا العنوان. باب: يعلمون علم ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء، وهذا الجزء الأول صفحة 260. أما بحار الأنوار، باب: يعلمون جميع الألسن واللغات ويتكلمون بها، وهذا في الجزء 26 صفحة 90-100. باب: أنهم أعلموا من الأنبياء، في البحار الجزء 26 صفحة 94-100.
تفضيلهم على الأنبياء وأن أولي العزم إنما صاروا أولي العزم بحبهم. في 26 صفحة 67 و200 باب أنهم يقدرون على إحياء الموتى وإبراء الأكمة والأبرص وجميع معجزات الأنبياء في البحار الجزء 27 صفحة 29. بعض الشيعة يعتذر للقائمين بالتحريف بقوله إنهم يقولون إن التحريف في التفسير وليس في القرآن، يعني الصحابة حرفوا في التفسير، نحن ما نقول حرفوا في القرآن إنما حرفوا في التفسير، وهذا القول باطل لأمور منها بعض الروايات لا تحتمل، وذلك لصراحتها وقد مر ذكر بعضها. ثانيا، نص كثير من علماء الشيعة على القول بالتحريف، بل ادعى بعضهم الإجماع وادعى آخرون أنه من ضروريات المذهب. ثالثا، لو كان التحريف إنما هو في التفسير لما كانت هذه الضجة، لأن التفاسير تخضع لميول البشر واتجاهاتهم. رابعا، تحريف الشيعة في التفسير أمر متفق عليه عندهم، كما مر في التفسير في الكلام عن تلاعبهم في تفسير القرآن. خامسا، رواية أن القرآن الذي نزل على محمد 17,000 آية لا تحتملها، وقد صححها علماؤهم كالمجلسي وغيره. ثالثا، ادعاء بعض علماء الشيعة نقص سور بأكملها، يا بهذا التأويل، كما زعم النوري والمجلسي وغيرهما نقص سورتي النورين والولاية. لا شك أن بعض علماء السنة الشيخ سائله ظهير رحمه تعالى وغيره قالوا إن جميع علماء الشيعة يقولون بالتحريف. ما الذي دفعهم، يعني ما الذي دفع علماء السنة إلى هذا الزعم؟ لماذا قالوا، مع أننا ذكرنا قبل قليل أن بعض علماء الشيعة تبرأ من هذا، فكيف وقع من بعض علماء السنة أنه زعم أن جميع الشيعة يقولون بالتحريف؟ لا شك أن هناك أسباب، منها أولا ثناء علماء الشيعة على من قال بالتحريف، يعني كما قلنا قولهم في نور الطبرسي أنه لو ظهر الله العباد لقال هذا نوري، وثناءه على المجلس الذين قالوا عنه أنه باقر علوم الأئمة وهم من يقول بالتحريف، وغيرهم كثير. كلها علماء الشيعة هؤلاء فالأواب يرجع إلى تراجمهم، فليرجع إلى كتاب الشيعة 22 تحريف القرآن، فقد ذكر تراجمهم المؤلف حفظ الله ونقل كذلك أقوالهم في التحريف. كذلك مما دفع أهل السنة لاتهام جميع الشيعة بقول التحريف تمنيع الشيعة للمسألة، كذلك وجود التقية، والتقية معروفة عند الشيعة، بل هي كما يقولون 19 الدين ولا دين لمن لا تقية له. فهذا الذي دفع بعض علماء السنة إلى القول بأن علماء الشيعة الذين قالوا بعدم التحريف إنما قالوه تقية، كذلك اتهام علماء الشيعة القائلين بالتحريف مثل التقية. علماء الشيعة الجزائري نور الطبرسي عدنان البحراني الجزائر المجلسي، كل هؤلاء قالوا علماء الشيعة الذين قالوا بعدم التحريف قالوه تقية، ثم اتهموا بعضهم بهذا. ثم كذلك وجد علماء السنة روايات التحريف موجودة في كتاب في كتب المنكرين كما مر قبل قليل. ثم كذلك نقل بعض علماء الشيعة الإجماع والاتفاق، بل وبعضهم نقل أنه من ضروريات المذهب، يعني لا يمكن أن يكون شيعيا حتى يقول بالتحريف. كذلك عدم صراحة الشيعة للمنكرين عند مناقشة هذه القضية، يعني ذكرنا كلام الأميني والتيجاني وجعفر النجفي، وذكرنا كلام غيره من علماء الشيعة، ما هم موقفهم لما يأتي يتكلم في هذه القضية؟ يقول ما أحد قال، كذب كذب، تكذبون علينا، ما قلنا بالتحريف ولا شيعي قال بالتحريف. لماذا هذا الأخوة الدوام؟ كن صريحا، قل فلان وفلان 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 قالوا بالتحريف وهم كفار وليسوا منا ولا أهل منهم، وانتهى الأمر. لكن كونهم هكذا يأتون وينكرون أن أحدا قال بالتحريف هذا لا يخفى عليهم، يعني كيف أنا الجاهل بدين الشيعة ومذهبهم وملتهم
أعرف هذا عنهم، ولا يعرفه عبد الحسين شرف الدين الموسوي، ولا يعرفه جعفر النجفي، ولا يعرفه من التوجاني وغيره ممن أنكروا، أو الأميني ممن أنكروا أن أحدا من الشيعة قال بالتحريف. كذلك إقدام المنكرين للتحريف على طبع كتب القائمين بالتحريف ونشرها بل والتقديم لها، ثم إن روايات التحريف ينقلونها عن المعصومين عندهم، بينما الإنكار فلا يرون منه شيئا عن المعصومين، وإنما هي أقوال لبعض علمائهم. فهذا يلزم أو يلزم جميع الشيعة أن يقولوا بالتحريف اتباعا لأئمة المعصومين، وبالتالي يخرجون من الإسلام، أو يجب عليهم أن يتركوا التشيع الذي يشيع أو الذي يشيع هذا الباطل. بقي عندنا أن نذكر شبهات للشيعة على أهل السنة يلبس بها بعض الشيعة على أهل السنة. قال الشيعة الاثني عشرية: السنة يقولون بالتحريف بدليل أن السنة يقولون بنسخ التلاوة، ونسخ التلاوة تحريف. ثم قالوا كذلك السنة يقولون بالقراءات، والقراءات معناها تحريف، لأن القرآن الأشياء ما يعترفون بالقراءات، يقولون أنه واحد مثل من عندي واحد. ثم قالوا كذلك اختلاف السنة في البسملة دليل على أنها من المحرف. ثم قالوا كذلك قول السنة آمين في الصلاة هذه زادوها في كتاب الله تبارك وتعالى. إن علماء الشيعة المعاصرين لما لم يجدوا مخرجا من الفضيحة الكبرى التي هزت أركان مذهبهم بل هدتها، ألا وهي القول بتحريف القرآن الكريم، لجأوا إلى اتهام أهل السنة بالتحريف، وذلك لأن أهل السنة يقولون بنسخ التلاوة، واجتهد الشيعة في ترويج هذا الباطل وركبوا فيه أخشن المراكب. أولا، ما هو النسخ؟ النسخ في اللغة يأتي على معنيين: إما إزالة الشيء كما قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يختم الله آياته. ينسخ الله ما يلقي الشيطان أي يزيل سبحانه وتعالى. ومنه قولهم: نسخت الشمس الظل، يعني أزالته. ويأتي النسخ في اللغة بمعنى النقل، نقل الشيء. قال الله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي ننقله. ومن قولك: نسخت الكتاب، أي نقلته. والنسخ لا يتناول العقائد ولا الأخبار، وإنما يتناول النسخ الأحكام فقط. النسخ لا يتناول إلا الأحكام. قال الخوئي: إن القول بنسخ التلاوة هو بعينه القول بالتحريف والإسقاط. وقال: إن القول بالتحريف هو مذهب أكثر علماء أهل السنة، لأنهم يقولون بجواز نسخ التلاوة، هكذا يلبسون على الناس. وهذا قال في كتاب البيان صفحة 500. وصار الآن كثير من الشيعة يلهجون بهذا الكلام، يعني يقول: أنتم تتهمون بالتحريف، أنتم أيضا تقولون أنكم تقولون بنسخ التلاوة. ولا شك أن هذا الكلام باطل من وجوه. منها أولا: إن نسخ التلاوة ثابت بالكتاب والسنة كما سيأتي تفصيله الآن. ثم ثانيا: نسخ التلاوة ثابت في الكتب السماوية الأخرى كالتوراة والإنجيل. أين التوراة الآن وأين الإنجيل؟ نسخت، نسخت أحكامها ونسخت أيضا تلاوتها. ثم ثالثا، وهذه قضية مهمة: جل علماء الشيعة الذين أنكروا التحريف والذين يتظاهروا أكثر الشيعة باتباعهم يقولون بنفس التلاوة، وهو المرتضى والطبرسي والطوسي، كل هؤلاء قالوا بنفس التلاوة. فعلى القول بأن نسخ التلاوة تحريف فجميع الشيعة يقولون بالتحريف، لأن كل من لم يقل بالتحريف من علماء الشيعة يقول بنفس التلاوة. رابعا، وهذه نقطة مهمة وشهادة لا نعتز بها، وهي شهادة علماء الشيعة للسنة بأنهم لا يقولون بالتحريف، ولكن شهادة ترد عليهم. المفيد الذي
زعم بعضهم أنه آية الله وركن الإسلام. يقول اتفقوا، يعني الإمامية يقول اتفقوا على أن أئمة الضلال خالفوا في كثير من تأليف القرآن وعدلوا فيه عن موجب التنزيل وسنة النبي، وأجمع المعتزلة والخوارج والزيدية والمرجئة وأصحاب الحديث على خلاف الإمامية. وهذا قاله في أوائل المقالات صفحة 13، وهذه شهادة من هذا المفيد أن السنة لا يقبل التحريف. هذا التيجاني نقل عن الخوئي، هذا الخوئي الآن الذي يقول السنة كلهم يقبلون بالتحريف لأنهم يقبلون نسخ التلاوة، هذا التيجاني نقل عن الخوئي. قال الخوئي: فالمسلمون إخوة سواء كانوا شيعة أو سنة، فهم يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئا، وقرآنهم واحد ونبيهم واحد. هذا في كتاب ثم اهتديت صفحة 57. هنا برأ الخوئي أهل السنة من قول التحريف، مع أنهم جميعا يقولون بنسخ التلاوة هو الذي قال ذلك. فهل قال هذا تقية أو التجاني كذب عليه؟ لا يهم، علم لا ينفع وجهل لا يضر. وهذا كذلك محمد عبد الحفيظ له كتاب لماذا أنا جعفري، قال في صفحة 75: إن ما يعرف بالمذهب الجعفري أو المذهب المالكي أو الشافعي والحنبلي والإباضي والزيدي والحنفي بالإضافة إلى المذاهب البائدة كمذهب الأوزاعي والجريري، يعني بن جرير الطبري، والظاهري وغيره، وهذه المذاهب تتفق على الكعبة هي القبلة، والقرآن هو الدستور، وهو المنزل من الله على نبيه دون نقص أو زيادة، وهو الموجود بين أيدي الناس بلا زيادة ولا نقص، وشهد شاهد من أهلها. ثم خامسا، أهل السنة يعني علماءهم يصرحون بلا تردد لأن من قال بتحريف القرآن ولو بتغيير حرف أنه كافر، ولا يترددون في هذا أبدا، ولا تجد نقلا واحدا عن عالم معتبر من علماء أهل السنة يقول القرآن محرف، كما يصرح بهذا مئات العلماء من الشيعة. قد يقول قائل: صرت كالأمين، يقول ولا شيعي قال بالتحريف ولا ثرثار ولا عالم ولا قروي ولا طالب علم قال بالتحريف، وأنت الآن تقول ولا سني قال بالتحريف، فصار كلامك ككلامه. نقول لا، نحن أثبتنا أن كلامه باطل بنقلنا عن علمائه، فليثبتوا أن كلامي باطل بنقلهم عن علمائي. أما الأدلة على نسخ التلاوة، منها قول الله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، وقوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية، وقول الله تبارك وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وقول الله تبارك وتعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك. آيات صريحة في أن الله تبارك وتعالى يبدل ما شاء جل وعلا. والنسخ له ثلاث أحوال: إما أن يكون النسخ للحكم، وإما أن يكون النسخ للتلاوة، وإما أن يكون النسخ للتلاوة والحكم، ولا مجال لضرب الأمثلة لأن الوقت قد ضاق. الشيعة يوافقوننا على جواز نسخ الحكم، حتى الذين يقولون بالتحريف، حتى الذين لا يقولون بالتحريف، كل الشيعة يقولون نسخ الحكم يوافق عليه، ولكن ينكرون نسخ التلاوة، ويزعمون أن أهل السنة يقولون بالتحريف لأنهم يقولون بنسخ التلاوة. ولا شك أن هذا تحكم، يعني الله يقول: ما ننسخ من آية أو ننسها، وقول الله تبارك وتعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية، يقول لا، هذا في الحكم دون التلاوة، هذا تحكم. ما الذي جعله في الحكم دون التلاوة؟ لو جاء جائل وقال لا، هو التلاوة دون الحكم، هذا تحكم. وإذا قال الجصاص: إن عموم اللفظ
يقتضي الأمرين، يعني حكم التلاوة، ومن حمله على أحد الوجهين دون الآخر بغير دليل فهو متحكم قائل بغير علم. من قال بنفس التلاوة من علماء الشيعة؟ قال النور الطبرسي: اعلم أنهم اختلفوا في نفس التلاوة، يعني الشيعة، فالمنقول، انتبهوا، هذا الخوي ماذا يقول؟ يقول نفس التلاوة تحريف عند أهل السنة. يقول: فالمنقول عن جمهور الأصوليين هو الجواز، جواز نسخ التلاوة، بل في نهاية العلامة ذهب إليه أكثر العلماء ونسب الخلاف إلى شاذ من المعتزلة. رأي فصل الخطاب صفحة 600. وهذا الطبرسي الذي ينكر التحريف قال: النسخ في القرآن على ضروب، منها ما يرتفع اللفظ ويثبت الحكم كآية الرجم، وهذا في مجمع البيان الجزء الأول صفحة 600. وهذا الطوسي أبو جعفر الطوسي الذي ينكر التحريف كذلك قال: النسخ في القرآن من أقسام ثلاثة، منها ما نسخ لفظه دون حكمه كآية الرجم، وهي قوله: والشيخ والشيخ إذا زنيا. وقال كذلك: فصل في جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دون الحكم، جميع ما ذكرناه جائز دخول النسخ فيه. وهذا قاله في التبيان الجزء الأول صفحة 13، ونقله كذلك الأصفهاني صاحب آراء حول القرآن في صفحة 280. وهذا العتاقي الحلي قال: المنسوخ على ثلاث ضروب، هكذا قال، هي ثلاث ضروب المطلوب، المنسوخ على ثلاث ضروب، منها ما نسخ خطه وبقي حكمه، فما روي من قوله: الشيخ والشيخ إذا زنيا، ترجموهما البتة. هذا كتاب النسخ والمنسوخ صفحة 35. وهذا الفيض الكاشاني قال: ما ننسخ من آية بأن نرفع حكمها، أو ننسها بأن نرفع رسمها. وهذا قاله في الصرافي الجزء الأول صفحة 78. وهذا العلامة المحقق الثاني قال النوري: وذهب العلامة في النهاية والمحقق الثاني في جامع المقاصد وصاحب القوانين إلى الوقوع أي نسخ التلاوة، وهو ظاهر بعض الفقهاء. هذا فصل الخطاب صفحة 700. وقال النوري كذلك: وقال العلامة في النهاية في مقام إثبات جواز نسخ التلاوة: لنا العقل والنقل، أما العقل فلأن التلاوة حكم شرعي، وأما النقل فيما ورد من نسخ التلاوة خاصة، فما روي من قوله سبحانه: الشيخ والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة، وأما نسخهما يعني الحكم والتلاوة فما روي أن سورة الأحزاب كانت تعدل البقرة. هذه فصل خطاب صفحة 15. المرتضى الذي لم يقل بالتحريف الوحيد الذي لم يثبت عنه قال: فصل في جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دونه، وهذا في الذريعة إلى أصول الشيعة صفحة 28. محمد جواد مغنية أو مغنية ما يضبط اسمها هنا، يقول مغنية وبعضهم يقول مغنية، الله أعلم، ما أدري ضبط الاسم، أنهم معروف هو معاصر، قال في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أي نزيلها أو ننسها نمحو حفظها من القلوب، وهذا في التفسير المبين في مكان هذه الآية. أمثلة من الآيات المنسوخة تلاوتها: أولا آية الرجم، وهي قوله تعالى أو ما ذكر فيها: الشيخ والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة. ثاني أولا قراءة أحادية شاذة لم تثبت قرآنا، وهذه ذكرها الكليني في الكافي في الجزء السابع صفحة 76. وقال المحقق: قيل هي من منسوخ التلاوة. وذكرها الطوسي شيخ الطائفة وضربها مثالا لنسخ التلاوة في التبيان الجزء الأول صفحة 600. وذكرها العتاقي الحلي في النسخ والمنسوخ صفحة 35. آية: لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم، ذكرها الطبرسي وذكرها الطوسي مثالا لنسخ التلاوة. سورة الأحزاب ذكرها الطبرسي والطوسي مثالا لنسخ التلاوة. أما إنكار بعض علماء الشيعة للقراءات فقراء ورش وقانون والدوري، فهذه يعني ما نسأل نقول إلا إنهم يهرفون بما لا يعرفون ويقولون ما لا يعلمون، وهذا من أبطل الباطل ومن الضلال المبين. فإن
القراءات السبع ثابتة ومتواترة من طرقنا نحن أيضا، وإلا طرقهم لا يستطيع أن يثبتوا فيها القرآن ولا من طريق واحد، لا نقل المثال ولا من طريق واحد. والمصاحف المتداولة المتداولة الآن مصحف حفص وقراءة حفص وهو متداول في الخليج الجزيرة، وأما ورش فهو في المغرب وتونس، وأما قانون فهو في الجزائر وليبيا. وسمعت أن قراءة الدوري متداولة في تشاد، لكن الشاهد أن هذه القراءات ثابتة متواترة مصاحبها موجودة، وإلا أن يقولوا أن أهل الجزائر والمغرب، المغرب العربي عموما الذين يقرؤون لورش وقانون أن قرآنهم محرف، فهذه طامة كبرى تعود عليهم بالخروج من دين الله تبارك وتعالى. وقد بواب الصدوق في كتاب الخصال باب نزل القرآن على سبعة أحرف، وهذا في صفحة 58 و300 في كتاب الخصال. أما البسملة فلا خلاف بين أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم في بداية قراءته لبعض سور القرآن، ولكن الخلاف الذي وقع بينهم هل قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أنها آية من القرآن، أو قرأها للتبرك، أو وضعت المصحف للفصل بين السور. قال الشوكاني: واعلم أن الأمة أجمعت أنه لا يكفر من أثبتها ولا من نفاها لاختلاف العلماء فيها، بخلاف ما لو نفى حرفا مجمعا عليه أو أثبت ما لم يقل به أحد فإنه يكفر بالإجماع، ولا خلاف في إثباتها خطا في أوائل السور في المصحف إلا في أول سورة براءة. قال في ليل الأوطار جزء الثالث صفحة 32. والشيعة طبعا يمكن أن يقول: لماذا لا تقولون بسم الله الرحمن الرحيم؟ جبتم آمين ليست من القرآن قلتوها جهرا، وبسم الله الرحمن الرحيم ليست من القرآن شلتوها من المصحف. نقول: أولا أنتم أيضا يعني حدثتوها، فهذا محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون إماما يستفتح بالحمد ولا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، قال: لا يضره ولا بأس عليه. وهذا في التهذيب الجزء الثاني صفحة 88 و200، وفي المسائل الجزء السادس صفحة 260. وعن يسمع البصري قال: صليت مع أبي عبد الله عليه السلام فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ثم قرأ السورة التي بعد الحمد ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قام في الثانية فقرأ الحمد لله ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وعن في التهذيب الجزء الثاني صفحة 88 و200، وفي الوسائل كذلك الجزء السادس صفحة 260. وعن محمد بن علي الحلبي أن أبا عبد الله سئل عن من يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم حين يريد يقرأ فاتحة الكتاب، قال: نعم، إن شاء سرا وإن شاء جهرا. فقيل: أفيقرأها مع السورة الأخرى؟ قال: لا. هذا في الاستبصار الجزء الأول صفحة 230 و100، وفي مسائل الشيعة للسادس صفحة 61. وقال الحر العامل: ذكر الشيخ يعني الطوسي وغيره أن هذه الأحاديث محمولة على التقية، انتهت المشكلة. وهكذا كالعادة إسناد ضعيف تقية، هذا لا شك من أقوى الباطل. لماذا؟ لأن التقية لا تجوز بالبسملة عندهم. عن جعفر بن محمد قال: التقية ديني ودين آبائي إلا في ثلاث، في شرب المسكر وفي مسح الخفين وفي ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. قال سدك الوسائل الجزء الأول صفحة 34 و300، ما لهم مخرج. أما كلمة آمين، فكلمة آمين معناها اللهم استجب، ولم يقل أحد من أهل العلم إنها من القرآن الكريم، ولذلك لا يقال آمين إلا في الصلاة، فهي من سنن الصلاة وليست من الفاتحة كالتكبير. ولذلك لو قرأ الإنسان القرآن فإنه لا يقول آمين بعد قراءة الفاتحة، ولكن لما تضمنت الفاتحة بعض الآيات التي فيها الدعاء وهي قوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ناسب أن يقول آمين بمعناها اللهم استجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول آمين أي اللهم استجب، فهو إذن من سنن الصلاة وليست من القرآن في شيء. وأخيرا نقول: لماذا الكذب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
وإن صاحب الدعوة الصحيحة لا يكذب، وإن صاحب الباطل لا يصدق، فيحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. والصدق يألفه الكريم المرتجى، والكذب يألفه الدنيء الأخيب. وأخيرا نقول تعالوا إلى كلمة سواء. إن خلافنا مع الشيعة ليس في أمور فقهية فقط كما يدعي بعض الجهلة بقوله إن الفرق بين الشيعة والسنة كالفرق بين المذاهب الأربعة عند السنة. إن خلافنا مع الشيعة في أصل الإسلام وأصله في القرآن الكريم أولا، ثم تأتي بعد ذلك مسائل عقائدية كثيرة كالقول بالرجعة والبداء وتكفير جل الصحابة واتهام أهل السنة بأنهم أولاد الزنا والطلب من الأموات والغلو في أهل البيت وعبادة القبور وغير ذلك كثير ليس هذا مجال بسطه. إن أهل السنة اليوم يطالبون الشيعة بوقفة جريئة شجاعة ضد هؤلاء الذين يطعنون في كتاب ربهم، وأن يعلنوا البراءة منهم، وأن يعلنوا كفرهم، وأن يعلنوا البراءة من إفكهم الذي اشتروه على كتاب الله تبارك وتعالى. وأخيرا نقول لإخواننا الشيعة الذين لم ينزلقوا في هذا المنزلق الخطير، نقول لهم ما قاله الله تبارك وتعالى لأهل الكتاب وهم على كفرهم، نقوله نحن للشيعة وهم على إسلامهم، أعني الذين لم يقولوا بالتحريف، نقول لهم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.